هنبتدي مع صفحة رسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، واللي نشرت فيديو للاعب وليد سليمان وهو بيدي تيشرت بتاعه لمشجع غين. تعالوا نشوف الفيديو. كمان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي عمل على تويتر تنويه إن هو هيظهر النهاردة الساعة 8 في برنامج الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي. كمان الصخرة وائل جمعة كتب على تويتر بعد مباراة النادي الأهلي وهورايا كوناكري الغيني امبارح: نتيجة مقبولة وكان ممكن يكون في أفضل، بالتوفيق إن شاء الله في اللي جاي يا أهلي. كمان نشرت صفحة النادي الأهلي جوز على تويتر صورة للعيبة النادي الأهلي وعلقت عليها: لا يستسلمون، يلعبون لآخر اللحظات، ربك يحبهم وهم يحبون أنفسهم، لذلك دائما يفوزون. إن شاء الله الصعود يكون من مصر وسط الجمهور أفريقيا يا أهلي. كمان حسين السيد لاعب النادي الاهلي المعار للاتفاق السعودي والاحتفال طبعا بفرحه الاسبوع اللي فات، نشر صوره على الانستجرام من الفرح مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وكتب: اشكرك ثانك يو براذر، او شكرا يا اخي على كل شيء، افضل لاعب في العالم 2018. كمان بقى محترفنا في الخارج احمد حسن كوكا لاعب اولمبياكوس اليوناني نشر صوره على انستغرام قبل مباراه النهارده بعد العوده من طبعا فتره توقف الدوري اليوناني وكتب: العوده للمسار. كمان عالميا بقى نشرت صفحه اليوفنتوس الايطالي على تويتر صوره للنجم كريستيانو رونالدو من التدريب، نشرت معاها تصريح للمدير الفني للفريق أليجري واللي قال فيها: رونالدو اتدرب كويس، اعتقد ان غدا هيكون يومه. ونشرت كمان الصفحه الرسميه لنادي توتنهام على تويتر صوره للاعب لاعب الفريق هاري وينكس بتحتفل طبعا برجوعه من الاصابه بعد مباراه النهارده مع ليفربول في البريمير ليج وكتبت: مرحبا بعودتك وينكس. كمان صفحة المان يونايتد على تويتر احتفلت بذكرى الهدف الأخير لنجم الفريق السابق باول سكولز بتيشيرت الشياطين الحمر وكتبت: سنة 2013 سجل باول سكولز هدفه رقم 155 والأخير ليه بقميص اليونايتد. كمان نشر ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي صورة ليه على تويتر وكتب: ابتسموا أو سمايل. كمان الفرنسي أنتوان جريزمان على صفحته على الإنستجرام نشر صورة ليه وعلق عليها وكتب: السعادة. نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام صورة للبرازيلي نيمار دا سوفا لاعب باريس سان جيرمان وعلقت: 3 أيام وينطلق دوري أبطال أوروبا. أخيرا بقى مع لقطات ظريفة نشرتها صفحة رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تويتر للجمهور من مباراة وفاق الصيف الجزائري والوداد المغربي في دوري الأبطال الأفريقي. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده. فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. هينضم لنا ان شاء الله في الاستوديو الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق.